كما ذكرت من قبل، شهر شعبان يعده العلماء شهر الاستعداد لرمضان، استعدادا روحيا، برمجة عقلية وروحية ونفسية. يخطط المسلم ماذا يريد من شهر رمضان، وبأي نتائج يريد أن يخرج، وبالتالي ماذا سيفعل، ما هي خطته تجاه كتاب الله، تجاه المساجد، تجاه الإحسان إلى الفقراء والمستضعفين، إلى غير ذلك من الجوانب. كما أن شهر رمضان شهر التوبة والمغفرة، إذ فيه التجليات الإلهية، وفيه تنزل الملائكة، وتصفد الشياطين، وتفتح أبواب الجنان. إذن هذه الأجواء الإيمانية الروحية هي أعظم الأجواء التي يهيئها الله لعباده المؤمنين للعودة والتوبة والأوبة إليه جل جلاله. إذا ما أحرانا أن نتحدث عن موضوع التوبة استعدادا لهذا الشهر، ليكون لقاؤنا مع الله لقاء عظيما. ولكن واسمحوا لي، بين يدي هذا الموضوع وهو ذو أهمية خاصة لكل مؤمن، التوبة، أن أشير بملحوظات سريعة إلى قضايا تهم الأمة هما عاما، لا يجد المسلم مساغا أمامه أن يعرض عنها أو أن لا يشير إليها. ونعود بعد ذلك إلى موضوعنا. والنقطة الأولى أنه لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يغيب أن 15 من أيار كانت ذكرى 69 لضياع أكثر فلسطين، أو لما سمي نكبة فلسطين. والحق يقال أنها يجب أن تكون الموضوع الواحد والوحيد في مثل هذه المناسبات، لا لأنه موضوع يجهله الناس، بل لأنه يجب أن يعلم الخلق، كل الخلق، أن الأمة لا يمكن أن تنسى مقدساتها، وأن الأمة لا يمكن أن تتنازل عن حقها، وأنها لا يمكن أن تعترف لعدوها الغاصب بجزء من أرضها مهما كلف الأمر، لو لم يكن إلا رضيع واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التكرار وهذا التأكيد وهذا التذكير في خطب الجمعة أو غيرها رسالة لا بد منها للأمة، كل الأمة، وللأعداء قبل الأصدقاء، أن الأمة ما نسيت، وأن الأمة ما غفلت، وأن الأمة ما تراجعت، وأن الأمة ما تنازلت، وأنه حق عقدي إيماني، فكيف يمكن لها أن تنساه أو أن تتخلى عنه؟ لا يتوهم ذلك. والله ثم التاريخ يسجل لكل أحد موقفه أيا كان هذا الموقف. ثم العدو الصهيوني نفسه يعلم أنه جسم غريب لا قرار ولا استقرار له في أرض المسلمين، ولكن هو يحاول أن يحقن نفسه بأسباب إطالة أمد الحياة المريضة في بلادنا، كجسم مريض زرع في هذه الأرض الطاهرة. لكن يا ترى من الذي يكون سببا إذن في أن يجرد نفسه لله، فيقول في نفسه أنا لا أكون إلا سببا في تقصير عمر هذا الكيان المغتصب؟ هذه كلمة سريعة في أمر لا يمكن ولا يجوز لنا بالواقع أن نتجاوزه. وعلى هذا الجانب، وهذا في نظري سواء النقاط الثلاث التي سأذكرها ليست بعيدة عن موضوع التوبة، وسنرى كيف. والأمر الثاني أن ينتشر هذا الهاشتاج ماء وملح، ثم يقولون لا ماء ولا ملح، يعني في وجوه البعض، وحاشاكم. معنى ذلك أنه عندما نرى أن مئات من أهلنا
الأسرى في الأرض المحتلة يدخلون إضرابهم في يومه 33، ثم لا يجدون هذا التضامن من العالم الإسلامي بحيث يكون هذا الضغط الحقيقي على الصهاينة ليحصلوا أبسط حقوقهم الإنسانية. فمن هنا نعلم إذن إلى أين الأمة تسير في الواقع. نحن نعلم أن كلماتنا هذه لن تقدم ولا تؤخر شيئا، لكنها نرجو الله أولا أن تكون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، تبرئة للذمة أولا ولكم، وثانيا أيضا هي رسالة لعدونا الصهيوني أن الأمة أيضا ما تخلت. عندما تتحدث الأمة بلسان خطبائها في يوم الجمعة عن موضوعاتها التي تهم مقدساتها وتهم أسراها وتهم قضاياها وتهم حقوقها، إذن يدرس أعداؤنا ماذا يقال في خطب الجمعة. ربما يهتم بعض أعدائنا وبعض أجهزتهم بخطبة الجمعة أكثر مما يهتم بعض المسلمين، أقول بعض المسلمين، في خطبة الجمعة من أي ناحية، ما نوع الرأي العام الذي يسود، ما نوع التفكير الذي يفكر به الناس، ما نوع الاهتمامات، هل ما زال في الأمة نبض، هل ما زال في الأمة قلب. أما إذا غيبت مثل هذه القضايا التي لا يجهلها المسلمون أبدا، وليس موقفي هنا موقف التعليم حتى ولا التذكير، لكنه موقف الرسائل الإيمانية باسم الأمة توجه إلى أعدائنا أن هذه الأمة أبدا لن تتخلى عن قضاياها ولن تتخلى عن حقوقها ولن تتخلى عن أسراها أبدا. وإن كنا تروننا مستضعفين لا نستطيع أن نفعل شيئا. على طريق هذا الاستضعاف الخطير تأتي النقطة الثالثة في الواقع. عندما يكون داعية مسلم ليس له هم ولا عمل، وهذه جميع منشوراته على اليوتيوب وغيرها موجودة وموثقة، داعية المسلم ليس لهم إلا التوحيد، كيف يثبت أمام غير المسلم أو يوصل لغير المسلم رسالة التوحيد، رسالة الإيمان بالله، رسالة الإيمان بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات معجزة القرآن أو أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. هذه كل موضوعاته التي يناقش فيها، وهذه كل محاضراته. لعلكم عرفتموه، الداعية الإسلامي ذاكر نايك، يحمل الجنسية الأمريكية ولكنه من أصول هندية، يتحول في ليلة وضحاها إلى إرهابي، هكذا يتهمونه طبعا، يتهمونه في ليلة وضحاها أنه إرهابي، وتطالب بلده الأصلي به أنه إرهابي. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ لماذا هو بالذات؟ هذا لون من ألوان الاستضعاف للمسلمين، أن داعية المسلم لم يتدخل يوما في شيء اسمه سياسة، لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه قطعا يبث ريح روح الإيمان في القلوب وفي العقول والنفوس، وإنه سبب في إنقاذ الكثير الكثير مما يعلمه الله من وهدة الكفر والإلحاد. فإذا أصبح مثل هذا الداعية يشكل خطرا على أولئكم المجرمين في هذه الأرض. هذا التطاول على أمة الإسلام، إن في استلاب حقوقها في المقدسات أو في الاعتداء على أسراها أو في الاعتداء على دعاتها، مظاهر من مظاهر استضعاف الأمة. لا أقول إن الأمة ضعيفة في حقيقة الأمر، ولكنهم يعاملوننا معاملة المستضعف. هنا أريد أن ألفت النظر، إذن ما علاقة كل ذلك في موضوع نحن نريد أن نتحدث عنه، الاستعداد لرمضان أو التوبة بين يدي رمضان أو استثمار شهر رمضان بأنه أعظم وقت ومناسبة هيأها الله للإنسان أن يعود هذا الإنسان إلى ربه؟ نعم، عندما تكثر خطايا الأمة وخطيئاتها، وعندما تبتعد الأمة عن ربها ومنهج ربها،
وعندما تكثر المعاصي وتسيطر الشهوات ويطغى الجانب المادي في حياة الأمة، إذن هذه أمة قد أخلدت إلى الأرض، وإذن أصبحت لقمة سائغة عند عدوها. فعندما تتخلى الأمة عن المبدئية في حياتها وعن منهج ربها، نعم ستصبح أمة، بالذات الأمة الإسلامية، ستصبح أمة ضعيفة سائغة لدى عدوها. لذلك عندما نتحدث عن التوبة ونتحدث عن الاستعداد لرمضان، ليس فقط ليكون موسما تعبديا وانتهى الأمر، ولكن ليكون تجديدا للعلاقة مع الله. هنا القضية، هنا جوهر الحياة، أنك تجدد العلاقة مع الله لكي أولا تنقذ نفسك، ننقذ أنفسنا، لنحسن لقاء الله سبحانه وتعالى، ثم لنرتقي بهذه الأمة لتخرج من حال الوهدة وحال الانحطاط والاستضعاف الذي تمر به هذه الأمة. مفتاح ذلك إذن تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذن عندما نتعرض إلى مثل هذه القضايا التي تهم الأمة في الواقع، نحن لا نبتعد كثيرا. نعم لا بد من التوبة، لأن الذي لا يتوب، خاصة أولئك الذين يقعون في الكبائر، يأكلون حقوق الناس، يجاهرون الله بالمعاصي، يفرحون بمعاصيهم، لا يوفرون عقوق والدين ولا رشوة ولا فسادا ولا تقتيلا أحيانا ولا فجورا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لماذا التوبة إذن؟ كيف سيتخلص الإنسان من استحواذ الشيطان عليه، من سيطرة الشيطان عليه؟ عندما يقول الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن هذا العاصي المعرض عن الله هو حقيقة يستجيب لدعوة الشيطان ويعرض عن دعوة الله، فمن هذا الذي يقبل عن نفسه ذلك؟ لذلك هذا الذي يعرض عن الله، ما حال حياته؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من هذا الذي يرضى أن يعيش في حالة من القلق والاضطراب والكآبة والضنك والحياة السوداء المظلمة، وإن ظننته في ظاهر الحال مناعما مرهفها، لكنه قلبه من الداخل ما حال هذا القلب؟ ذاك حال المعرض عن الله، المتبع لحبائل الشيطان. فكيف لا يسعى الإنسان إذن أن يخلص نفسه من ذلك؟ هذا الذي يقع في هذه المعاصي والكبائر وهو معرض عن الله، حقيقة هو معرض نفسه لفتن القلوب التي تجعلها قلوبا سوداء مظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، يعني مرة بعد مرة. والفتن هنا كل ألوان المعاصي والشهوات والشبهات والتفرق إلى غير ذلك، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير إلى قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر كما يبين عليه الصلاة والسلام: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، أي نكتة سوداء بعد نكتة سوداء بعد نكتة سوداء، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. هذا حال المعرض عن الله سبحانه وتعالى، أو قل هذا بعض حال المعرض عن الله سبحانه وتعالى. فيا ترى يمكن لمسلم عاقل عنده جذوة إيمان، عنده بقية من فطرة طيبة، عنده هذا العقل الذي وهبه الله إياه، بين يديه هذا القرآن العظيم، بين يديه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى الرسائل الربانية من حوله تترى، فهذا مريض ومات، وهذا غني وافتقر، وهذا كان في قمة العز والرفعة فسقط، وهذا وهذا رسائل ربانية كل يوم تأتينا.
ثم بعد ذلك يبقى معرضا عن الله سبحانه وتعالى، كيف لا يسأل نفسه بأي وجه سألقى الله؟ لذلك بعضهم ببساطة قيل له: ما الموت؟ قال: واستدعاء من ملك الملوك. فترى ماذا ستجيب ملك الملوك؟ والله تعالى قد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عندئذ هذا المعاصي يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. والله سبحانه وتعالى يبين: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فرد سيستدعيك ملك الملوك وتقف بين يدي الله عاريا عراة غرلا كما خلقت، لا ينفعك إلا عملك الصالح. هنا تجد من يريد باسم ديننا دين المحبة، ديننا دين الرحمة، يا سلام، هذا حق ولكنه حق يراد به باطل. قال لك: ما دام أن الله هو الرحمن الرحيم، وما دام ديننا دين الرحمة والحب، خاطب الناس بلغة الحب والرحمة. نعم، نخاطب الناس بلغة الرحمة والحب. من؟ القتلة، المفسدين، الفجار، المجرمين، هكذا يريد أن يدخل الجميع الجنة. الحمد لله أن الجنة مفاتيحها لله وبيد الله والأمر لله. ولا شك الله تعالى قد قال: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن الذين يقرؤون القرآن قراءة جزئية ماذا يحدث لهم ولعقولهم ولتصرفاتهم؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى يقول: نعم، ما يفعل الله بعذابكم؟ غني عن عذابنا سبحانه، وهو الرحمن الرحيم قطعا. لكن لماذا لا نقرأ تتمة الآيات؟ ما يفعل الله مع عذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. وإذا استعرضنا آيات القرآن، آيات القرآن تجد نعم كيف ربطت رحمة الله بالجنة، بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يحاسب المسلم نفسه. لا سمح الله، لا يمكن أن نقول هذا تقنيطا للناس، معاذ الله. والله الذي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بعض الناس تقف: أكمل الآيات وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن هذا الذي أناب، وهذا الذي اتبع، وهذا الذي كان من المتقين، وهذا الذي كان من المحسنين، قطعا هو محل رحمة الله سبحانه. رمضان الله يهيئ لنا بها هذه الأجواء. لذلك يحذرنا من حال الآخرين. أم نجعل المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وفي الآية الأخرى عندما يقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذن عندك من أسلم قلبه لله، آمن وعمل صالحا، اتق، يقابلهم مجرم
ويقابلهم مفسد ويقابلهم فاجر. كيف يريد بعضهم أن يجعل هذا وهذا سواء؟ أقول لك الجميع ستنالهم رحمة الله تعالى. مرة أخرى لا أحد يستطيع أن يقيد على رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه الرحيم الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيفتح لنا أبواب رحمته بتوبة عظيمة نعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، يتقبلنا بها سبحانه، يتجلى علينا برحماته ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله يتجلى عليك بالتوبة، لكن متى؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله يتجلى عليك بالتوبة إذ يعلم من قلبك الصدق، وإذ يعلم من قلبك الانكسار، وإذ يعلم من قلبك الندم، وإذ يعلم من قلبك الخضوع إليه والرجوع إليه والافتقار إليه. قال سبحانه إنما التوبة على الله. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لا ينتظر يمهل ثم يتوبون من قريب بجهالة. قال بعض أهل العلم في تفسيره ليس باستكبار ولا بإصرار ولا باستخفاف ولا بعناد ولا باستمرار ولا بزهو ولهو وفرح. بعضهم يفعل المعصية وهو يلهو وهو يمرح وهو يفخر وهو يجاهر وهو يستكبر وهو يصر. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكما قال تعالى أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فنسأل الله أن يتقبل أن يعيننا على التوجه إليه بتوبة صادقة يهيئنا بها لرحماته سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا توبتنا وأوبتنا وعودتنا، وأن ينصرنا على أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.